يقول السائل: هل جميع الأعمال في الحرم كالصيام والصلاة والنفل والفرض مضاعفة؟ يرجى هذا إن شاء الله، يرجى أن الأعمال في الحرم مضاعفة، لكن الصلاة جاء فيها النص: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سوى، هذا جاء به النص. بقية الأعمال، اسكت يا أخي اسكت، بقية الأعمال تضاعف في الحرم. نعم.